مروان قلنا تريت ايه في التايجر؟ قلنا ان هو عنده strong eyesight. سترونج اي سايت. strong eyesight بمعنى عنده نظر قوي. اوكي، طب ايه هي ال importance of trait؟ ايه هي اهمية ان هو عنده نظر قوي؟ ده بيساعده يا مروان ان هو بيشوف كويس بالليل، to see clearly in the night. نقول to see clearly in the night. يبقى النظر ده بيساعده في ايه؟ to see clearly in the night. يبقى اقول لي بقى ايه هي التريت اللي هي في التايجر؟ strong eye sight. strong eyesight يعني عنده نظر قوي. طب ايه هي ال importance of trait؟ to see clearly in the night. ان هو يشوف كويس بالليل. اوكي، طيب اتكلمنا عن الهوك وقلنا التريت بتاعته ايه؟ عنده ايه؟ التراب بتاعته عنده يستغل كلاود. كلاود كلاود اللي هي كلاود. مخالب، عنده كلاوز اللي هي المخالب. طب ايه هي الامبورتنس اوف تريت؟ بيشطب بيها الفريسة. يبقى to catch the prey. to catch the prey. to catch the prey. ايه هي الامبورتنس اوف تريت ان هوك؟ to catch the bree. اوكي، هو هنا بيقول لي stick animal photo، يعني اي صورة حيوان هنا هلزقها واكتب التريت بتاعته والimportance بتاعته، importance of trait. اوكي، صور طيب اللي احنا كتبناه عشان لما تجيب الكتاب تقدر انت تحله. صورته. تمام، بيقول لي what I think and my evidence. طيب activity stick the items that show the right choice in each environment. وعايزني دلوقتي احط صورة بتعبر عن ايه؟ احط عنصر بيعبر عن ايه؟ two hot environment، يعني بيئة ساخنة جدا، يعني بيئة حارة جدا. هو المفروض ان هو في اخر كتاب الستيكرز بتاعتي بيقول لي ار ات ذا اند اوف ذا بوك، في اخر الكتاب هنلاقي ان هو في ستيكرز كده. هندور على صورة للشمس، تو ده بتعبر لي عن تو هوت انفايرمنت. طيب هشوف تاني صورة، تو كولد انفايرمنت، يعني بيئة ايه؟ باردة جدا. ده كل ده هنلاقيه في آخر الكتاب، صورة كده هنبدأ ان احنا يعني نحطها هنا كده. ده الايتم بتاعتنا، الصن هنا اهي. اوكي، دي هنلاقيها في آخر الكتاب. ماشي، اوكي. طيب انت هتجيبي الكتاب امتى؟ النهارده طيب ان شاء الله. listen for planning my story، بمعنى التخطيط للقصة بتاعتي. يعني أنا لما بحتاج أكتب قصة أكتبها إزاي؟ أكيد في steps لازم أمشي عليها، في خطوات لازم أعملها في أي قصة. number one، سنعمل share whiteboard عشان تكون فاهمها كويس. ستوري اللي هي القصة بتاعتي consists of 3 items.
عندي 3 عناصر لازم يكونوا في القصة. نمبر 1 عندي beginning اللي هي البداية، beginning اللي هي البداية. طب ايه تاني؟ بعدين هلاقي الميدل اللي هو المنتصف، ميدل. بعدين هلاقي last one end، end النهاية. يبقى the story consists of three items: beginning, middle, end. اوكي مروان، مروان اوكي طيب طيب البيجينينج هلاقي فيها بيجينينج، هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها حاجة اسمها المين كاركتر. المين كاركتر اللي هي الشخصيات الأساسية، مين كاركتر، مين كاركتر اللي هي الشخصيات الرئيسية. ايه هما المين كاركتر؟ اللي هما the character that the story is talking about، اللي هما الشخصيات اللي القصة نفسها بتكلمنا عنهم. يبقى the main color هما ايه؟ is the color that the story is talking about. هما دول الشخصيات اللي هي القصة بتكلمني عنهم. يبقى ال beginning هلاقي فيها ال main color اللي هما ايه؟ is the main color is the character that the story is talking about. Main okay. يبقى ال main ممكن تبقى main character، ممكن يبقى شخص رئيسي، وممكن ألاقي عدة أشخاص. يبقى main characteristics، characters. أوكي اوكي يبقى أنا ممكن ألاقي main character شخص رئيسي أو أساسي، ومين كاركترز هلاقي شخصيات. اوكي طب ايه هو المين كاركتر، ايه هو الشخص الرئيسي في القصة بتاعتي؟ قال لي ان المين مين كاركتر is the character that the story is talking about، اللي هو الشخص اللي هو القصة بيكلمني عنه. طيب هلاقي ايه تاني في البيجينينج؟ هلاقي ايه تاني في البداية؟ هلاقي ان هلاقي كمان في مكان بتحصل فيه القصة. تمام تمام طيب، وأكيد هيحصل عندي events، أحداث. أوكي طب إيه هي الأحداث؟ اللي هي the things that happened in the story، اللي هي الحاجات اللي بتحصل في القصة. هلاقي events، هلاقي أحداث، events اللي هي الأحداث، اللي هي the things that happened in the story، اللي هي الأشياء اللي هي بتحصل في القصة. يبقى الـ events دي هتحصل في الميدل. يبقى الـ events is، الـ events are the things that happened in the story، اللي هي الأشياء أو اللي هي بتحصل في القصة. أوكي طيب إيه هو الـ end اللي هو آخر حاجة بتحصل، اللي هو last part of a story، last part of a story. يبقى ال end هو ال last part of a story، اللي هو آخر جزء في القصة بقول عليه ال end. اوكي اوكي يبقى أنا ال story عندي ال story consists of three items: beginning البداية، والبداية بتبقى فيها main character اللي هي شخصية رئيسية. اوكي وعندي الميدل بيحصل فيها الايفنتس الاحداث، وعندي الاند بتبقى عبارة عن اللاست بارت اوف ا ستوري اللي هو الجزء الاخير في القصة. اوكي اوكي لحظة واحدة، ترجمة
مروان يعني نقول تاني بسرعة. نقول ان الستوري consists of three items. عند ال beginning ودي ممكن تكون فيها main character اللي هي الشخصية الرئيسية أو main characters اللي هم الشخصيات، وعندي ال middle بيحصل فيها ال events الأحداث، وعندي ال end اللي هي النهاية، دي بتبقى عبارة عن ال last part of a story اللي هو الجزء الأخير في القصة. Okay, Marwan, can you tell me about the items of the story? beginning Number one, beginning. middle character number two Mighty Middle, middle نقطة. events بيحصل فيها ايه؟ number three الايفنتس بيحصل، الميدل بيحصل فيها الايفنتس الاحداث. تمام. نمبر 3 number three end last part of a story الاند هي عبارة عن last part of a story اللي هي اخر جزء في القصة بتاعتنا. طيب let's complete. طيب القصة بتاعتنا اللي بيتكلم عنها بيقول لي ايه؟ beginning في البداية، أميرة was walking in the street after a school day she saw a cat. يعني هي كانت ماشية في الشارع وشافت قطة بعد يوم مدرسي، يبقى كان في يوم مدرسي بعد ما خلصت وهي ماشية في الشارع شافت قطة. ده البيجيننج، ده البداية. طب ايه هي الميدل المنتصف بتاع القصة؟ ايه هي الميدل منتصف القصة؟ قال لي suddenly فجأة it started to rain، بدأت ان هي تمطر. أميرة wrote her coat، أميرة wore her coat يعني لبست اللي هو المعطف بتاعها، and used her umbrella واستخدمت الشمسية بتاعتها. The cat couldn't do anything. القطة ما كانتش عارفة تعمل أي حاجة في الجو الممطر ده. And النهاية، هي نهاية أميرة took the cat to her home. يبقى أميرة خدت القطة بتاعتها للمنزل until the weather became good. يعني هي خدت القطة، دي حاجة حلوة عملتها، خدت القطة للمنزل لغاية ما الطقس يتحسن. اوكي But right or wrong. Read number one. Any story could Should. should consist of Consist. Beginning. beginning and middle and end and also have charts and settings characters and characters. settings. Yes. Yes, excellent. Number two. Number two. Read Number number two. three. Animals can change the environment. environment Environment to survive, صح. yes right number three Number three, humans can change the environment to survive. environment Environment to Survive us, Amira did win. She used umbrella to keep the rain water away from here. صح. Yes. Did you understand? Yes.
Okay, can you read this story? Marwan, can you read this story? Okay. Amira was walking in the street after After? a school day. She saw a She cat. saw. Cat suddenly it started to run. Amira wore her coat and used her umbrella. The cat could not do anything. Amira took the cat to her home. Amira took the cat to her home until Until the weather. يعني ايه until؟ يعني حتى لغاية، يعني خدتها البيت لغاية ما ال weather became good، لغاية ما الطقس يتحسن. يبقى احنا قلنا دلوقتي ان الستوري consists of what؟ Number one، قلنا الستوري consists of what؟ الستوري قلنا أول حاجة consists of beginning، صح؟ beginning وبعدين ايه؟ to beginning، middle وبعدين هلاقي ايه؟ ها middle تمام، يبقى نقول beginning، بعدين الميدل، وبعدين end. وبعدين الاند. طيب احنا قلنا ان البيجينينج بتبقى فيها ايه؟ كنت يكون فيها ايه؟ مين كاركتر، مين كاركتر، مين كاركتر؟ او مين كاركترز اللي هم الاشخاص اللي هم الرئيسيين. طيب اللي هو المين كاركتر، ذا كاركتر ذات ذا ستوري از توكينج اباوت، اللي هو الستوري بتحدثنا عنه، الشخص اللي هو الرئيسي اللي هي الستوري بيتكلمنا عنه. طيب الميدل بيحصل فيها ايه؟ المال بيحصل فيها events، ايفن events اللي هي احداث. بس ازاي 48 ازاي ايفنتس يبقى الميدل بيحصل فيها events اللي هي الاحداث. طب ايه هي الايفنتس؟ اللي هي the things that happened in the story، اللي هي الحاجات اللي بتحصل في القصة. يبقى الـ events the things that happened in the story، اللي هي الحاجات اللي بتحصل في القصة. طب ايه هي الـ end؟ the last part، انت لست بارت اوف the last part of the story. ستوري. Okay, do you understand? يس Is there any problem? نو طيب بيقول لي في الاكتيفيتي revise the highlighted mistakes in the draft of the following story then write the correct word or sentence in the publishing stage of the story below. يعني انا عندي دلوقتي draft وعندي ال publishing. يعني ايه publishing؟ يعني النشر.
يعني انا عندي الدرافت اللي هي المسوده، المسوده اللي انا هكتب فيها القصه بتاعتي اللي هي بيني وبين نفسي. لكن الببلشنج الحاجه اللي انا هنشرها، طبعا لازم الببلشنج تكون متصححه وما فيهاش اي اخطاء. اما الدرافت لو فيها اخطاء ببدا ان انا اعدلها عشان اعمل ببلشنج انشرها. يبقى القصه بتاعتي قلت ان هي بتبدا بالبيجينينج وبعدين الميدل وبعدين الاند. طيب بيقول لي في البيجينينج راندا اند ندى ار فريند، دي ار هو عايز يقول 9 years old، بس هل 9 بتتكتب كده؟ لا بتتكتب ازاي؟ ان اي ان اي spell 9 كده. برافو، يبقى انا في البابلشنج هعدلها اكتب 9. طيب بيقول they are 9 years old. Today is Rana's birthday. شوف هو كاتب birthday ازاي، كاتبها birthday. Can you tell me about birthday? B E Can you write it? Can you write birthday? yes. Here, write it here, yes. اوكي هكتبها بس مظبوطة شوية. يبقى المفروض تكون birthday. وهنا online. يبقى انا دلوقتي في الدرافت دي اللي تكون فيها mistakes، فيها اخطاء انا عايزة اعدلها في البابلشنج اللي هي الحاجة اللي انا هنشرها. طيب في الميدل read كده the middle. Nada does not have enough money to ما buy ندى ما عندهاش فلوس كافية to، يبقى باي المفروض هنعدلها ونكتبها ازاي؟ بي يو دبليو بي يو واي. اكسلنت، بي يو واي باي. يس اكسلنت. اوكي كومبليت. تو باي ا جود. to buy a good birthday gift to show So Nada thought thought of writing a poem. هي دلوقتي ندى ما عندهاش فلوس كافية عشان هي تشتري هدية عيد ميلاد كويسة، لذلك ندى فكرت ان هي تكتب، مفروض تكتب قصيدة. هل poem بتتكتب كده؟ بايم poem قصيدة. قصيدة اوكي اوكي كومبليت. Nada gave the poem واحنا writing a poem for her friend and of making a card too. يبقى هي فكرت ان هي تكتب لها قصيدة وبرضو ان هي تعمل لها ايه كارد. يعني ايه كارد؟ Nada was card يعني ايه كارد؟ اه كارت برافو عليك. Nada اكتبها was كمان happy for